كل ترك الناس العلماء والرجوع إلى العلماء تخبطوا. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. والأمر هم العلماء والأمراء العقلاء الصالحون. وقارون عند أن خرج على قومه ذي زنة ماذا قال أهل الدنيا؟ يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. العلماء يضعون الأشياء مواضعها أو مواضعها، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. إن في ذلك لآيات للعالمين. إنما يخشى الله من عباده العلماء. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. أو الثوريون يرفعهم درجات. الثوريون أصحاب الثورات والانقلابات. أم يرفع الله العلماء درجات؟ نعم إخواني في الله، حديث أبي هريرة في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل متى الساعة، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال له: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. أي نعم، وسد الأمر إلى غير أهله. رئيس حزب وهو جاهل